يا الله صار الصبح، يلا خل اقعد وشوف ايش عندي شغل. هلا رانيا صباح الخير. هلا بابا، هلا صباح النور. شلونك بنتي؟ زين زين الحمد لله. اقول لك اليوم ايش عندك شغل اليوم؟ والله بابا ضاجم، كل يوم راح اطلع ويا صديقاتي. لا بابا اليوم لا تطلعين اليوم، لان انا عندي روحه وجاي بضاعه مالتي وراح اطول تقريبا 3 ايام. يعني انت بابا شنو تريدني ابقى بالبيت؟ اي بنتي ابقي هنا لا تطلعين. لان تعرفين بابا ليش ما يعني والله ضايجاني ضايجه، اريد اغير جو وتونس. لا بابا باعي انا راح اقول لك سر، بس تقول لي احد اوكي؟ اي بابا اي قول شنو؟ باعي بابا انا خال فوق بالقاصة تفاحات ذهبية وجزر ذهبي. زين بابا ايش قد رقم القاصة؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ها زين سهل سهل. اوكي بس دير بالك تقولي لأحد. لا بابا انه يجرم القاصة. لا 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 بابا قبل انا المن اقول، ما اقول لأحد، لا لا ما اقول. اي عافية عافية بنتي. يلا روح وانت مطمئن. اوكي اوكي يلا راح اروح. يلا باي باي بابا. يلا باي باي. باي باي. اوه حرامات اليوم ما راح اطلع، بابا قال لي لا تطلعين لان القاصة موجودة بالبيت، وهو كل شيء يخاف على القاصة. اي اي بيها تفاحة ذهبية وجزر ذهبي، هذول كلش غاليات. بس هسه ايش راح اسوي؟ يلا يلا خليني اقعد التي بالموبايل احسن ما قاعدة هيك. ايوه اخيرا صار الصبح. ها شنو اني بطني كلش قاعد توجعني، كلش جعت، اسوي خليني اشوف شكو عندي اكل. وما ظل عندي اكل، خلاص الاكل ماتي، باقي انا عندي بس 10 دايموند، ليش اسوي اروح اشتري اكل؟ لا 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 لا، خاف تخلص الفلوس ماتي، لا لا لا، خليني اروح على صديقتي رانيا اطلب من عندها اكل، اي اي اي، هي صديقتي رانيا غنية، يلا خليني اروح لها. افتحوا الباب، افتحوا الباب. اي اي جيت جيت. هلا رانيا شلونك؟ هلا صديق ايش بيك؟ شنو صار؟ رانيا اني مرت ابويا ضربتني كتلتني وطردتني من البيت، تقولي بعد ما انطيك اكل وانا كلش جوعان. لا 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 لا، تعال 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 تعال. ارجوك ساعديني ساعديني رانيا. زين اني اروح احكي وياها يعني؟ اروح اقول لها ليش ايش تعملين وياها؟ لا 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 تروحي، لا تروحي، هي طلعت من البيت، طلعت راحت راحت هي. راحت؟ اي اي راحت طلعت من البيت. واذا تريد انا احكي وياها اقول لها ايش تعملين وياها حتى تصير زينه وياك. لا لا تروحي، لا لا لا، هي طلعت وما تخبر تعطيني اكل، ضمت الاكل وتقولي ما انطيك. يلا تهتم لا تهتم، بس راح اعطيك اكل، تعال تعال هسه بعد وانا اعطيك. يلا اي اي شكرا شكرا. اي خطي اكل خطيه جوعان هسه صديقي. هذا ستيك لحم واي شيء يعجبك تاكل موجود بالصندوق. اوكي اوكي شكرا شكرا، خلني اكل كل جوعان. يلا اكل اكل صديقي. اي راني تريدني احكي هاي ويا زوجة ابوك؟ انا احكي وياها. لا لا عفيه عفيه، ما حاجه تحكين وياها، ليه ما تجي وياها الحكي راني؟ هسه انا شبعت. اوكي راح اروح للبيت، شكرا شكرا عليك. يلا يلا هلا وهلا، باي باي. يلا باي باي. خطية جيجي يقول زوجة ابويا دائما تقتلني وما تعطيني اكل، او والله خطية كلش قهرني. يلا بس انا ما راح اعوفه، راح اضل دائما اسال عليه. اي خطية واو انطتني 5 ستيك، ايش قد حلو 5 ستيك انطتني ببلاش، واو ايش قد حلو العيشة. يلا خل اروح البيت. يا الله صار الصبح اوف والله كل الضجت. زين شلون راح ابقى انا محبوسة بالبيت؟ بابا يقول لا تطلعين لان القاصة خاف عليها. بس لا لا انا ما راح اروح بعيد، اروح هنا قريب من البيت. اي يلا خل اطلع اغير جو شويه. اي يلا خل اطلع هنا اتمشى قريب وارجع. اي 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 يلا خل اقعد كافي نوم. والله انا البارحه نايم من الساعه 9 بالليل الى حد اليوم الساعه 12، كل شويه نمت. بس ايش اسوي، القعده بالبيت احلى من واحد يشتغل، واحد يجي قاعد ومرتاح يقعد شو وقت ما يعجبه. والله شيء حلو. بس ها انا ملابسي صارت كلش قديمه، لازم ابدلها اشتري ملابس جديده. اوف ملابس كلش غاليه. أنا عندي فلوس بس أصرفها؟ لا 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 ليش أصرفها؟ لا لا خلا ضمها أحسن. بس أنا أعرف شو راح أسوي، راح أروح على صديقتي رانيا وأخليها تنقهر علي وتشتري ملابس. إي والله خوش فكرة، يلا خلا أروح له. إي يلا خلا أروح على حديقة قريبة علينا. رانيا رانيا رانيا. جيجي هلا. هلا رانيا شلونك؟ زينة زينة، أنت شلونك؟ زين زين. أقول لك زوجة أبوك زينة وياك؟ لو لو بعدها مو زينة. هو أنا جداش كلك رانيا، أنا محتاج بس ما أعرف شلون أقول لك، تعرفين راح يجي العيد وأنا ملابسي كلها صارت قديمة وأبوي ما يقبل يشتري لي ملابس، قلت له بابا اشتري لي ملابس، قال لي اسكت مالك أي ملابس، أرجوك تقدرين تساعديني؟ إي إي ما يخالف صديقي راح أساعدك. إيه. بس يعني شلون أعطيك فلوس مثلا لو نشتري ملابس؟ أنت بكيفك. أوكي بعد أنا راح أعطيك فلوس، بس قول ليش قصة على الملابس حتى أعطيك. الملابس سعرها 50 دايموند. يلا أوكي أوكي أنا أسطيك، تعال ويا البيت أسطيك، تعال. صديقي هاي 50 دايموند. اي شكرا شكرا، الله واخيرا راح اشتري ملابس. اي شكرا شكرا يا تشاني، واخيرا راح اشتري ملابس كلش حلوه لين العيد. يلا اهم شيء انك تكون انت فرحان. اي اي يلا شكرا، باي 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 باي. واو انا كلش فرحان، راني اعطتني 50 دايموند. ايش اسوي هسه، اشتري ملابس؟ لا 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 خل اضمها احسن. اي اضمها، يلا خل على البيت. واو جيجي طلب من عندي 50 دايموند، بس هي كل شوي 50 دايموند. بس يلا هو خطيه محتاجين، واني بابا دائما يقول لي لازم نساعد الفقراء والمحتاجين. اي اي لازم. اي اليوم ثالث يوم بلكي بابا يجي. اي انا كلش فرحانه والله، ضجت محبوسه بالبيت وقاعده ووحدي كل الضاجه. يلا يلا استخرت ريك وانتظر ابوي اكيد راح يجي. خل اقعد خلي
بدي اكل بسكت. اي انا كلش احب البسكت الصبح. يلا خل اكل. يلا طيب. اي همزي هسه خلصت اكل. يلا هسه لازم اسوق، محتاجه مسوق البيت كل شوي لاني كلش مليت من هذا الاكل. اي خل اروح اسوق من الاسواق. يلا يلا خل استعجل حتى اخاف يجي ابوي، انا موجوده بالبيت. يلا يلا خل اروح. اوف انا كلش جعت والاكل بالبيت خلاص. زين شو اسوي هسه انا؟ انا ما اقدر اصرف فلوس، شو اسوي؟ اوف اي يا تراني راح تشتري. يلا خل اروح له، اكيد هسه راح تشتري لي. اي وصلت للمحل. رانيا رانيا ها هلا جيجي هلا صباح الخير شلونك؟ هلا صباح النور. جاي شو اسوي من هنا؟ قلت اسوق، محتاجه مسوق البيت فقلت اشتري. اقول لك مو انا همي انا ارادلي مسوق البيت بس ما عندي فلوس انا. صدق؟ اي كلش جوعان، انا من البارحه نمت بالليل لحد الان كلش جوعان. اقول لك جيجي اسالك سؤال، انت ابوك ما يشتغل؟ انا ابوي لا يشتغل بس تعرفين احنا فقراء فيجيب يشتري لنا بس صمون ويخلص ما يكفي. كل هذا من وراء مرت ابوي 24 ساعه بس تاكل. يلا اوكي لا تعال وياي، وش تحتاج قل لي وانا راح ادفع لك ما يخالف. اوكي اوكي يلا يلا خلنا. يلا تعال. اوكي مرحبا عمو. اهلا اهلا بنتي. عمو محتاج جزر وستيك وتفاح ودجاج. اوكي كلها ايش قد راح تصير؟ كلها راح يصير 15 دايموند. يلا اوكي اوكي صدق 15 دايموند. اوكي بنتي اخذين اخذين. اوكي اوكي. رانيا رانيا ها صديقي اقول ايش ما قلتي لي علي، انا ما اريد اخذك. اي اخذ اخذ وبعدين انا ادفع لك. يلا اوكي اوكي راح اخذ. اي خل اخذ هذا لحم ستيك. اي هذا ستيك واحد دجاج. ستيك اثنين. ها جيجي ها ايراني اي سوقت صار مسواق كل شوي. يلا خلينا نشوف ايش قد الحساب. اوكي اوكي عمو ايش قد الحساب مال المسواق جيجي؟ صار المسواق مالته 50 دايموند. ايش قد؟ 50 دايموند. اوكي اوكي صدق 50 دايموند. هاي عمو اعطيتك 50 دايموند. اوكي 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 بنتي اوكي. جيجي انت مو مهم تسوق. لا راني تعرفين انا اكل هواي واخوتي ياكلون. ها ها يلا اوكي اوكي يلا مش البيت. يلا يلا باي 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 باي. ايه هسه انا سوقت وكميت كل شيء، يلا خليني اقعد اسوي غدا، بس بابا شو ما يجي لحد هسه، شو تاخر؟ هو قال لنا من الصبح راح اجي، ويلا ما اعرف وين صار، يلا خليني اكمل هسه الغدا، بكي راح يجي هسه الفتره. ايه هسه انا سوقت كل شوي، والله هذا الاكل مال اسبوع لي قدام، كل شيء ما راح اشتري وما اصرف فلوسي، يلا خليني اروح على السريع. اوف انا كلها ضجت. جهزت الغداء ولحد هسه بابا ما اجى، هاي وين راح بابا؟ والله ظل بالي عليه. اي بس انا احسن ما اجي قاعده، خل اروح العب ويا جيجي، هي تونس على الاقل، يلا خل اروح. خل اروح جيجي، شوفه وين موجود بالبيت؟ لا، يمكن ذاك موجود موجود، راح شويه. جيجي افتح الباب. منو منو؟ هلا هلا جيجي شلونك؟ هلا راني هلا، شلونك؟ زينة زينة، أنا جيت ألعب يمك وكل الضاجرين. لا أنا بيتي صغير بيتي صغير، تعال خروح نلعب بيمك أحسن، بيتكم كبير وحلو. يلا مشي مشي يلا تعال. أوكي. والله يا جيجي أنا كل ضجت من قاعدة البيت. ضاجة. أنا مضايج، أنا من نفس الشيء، بس شو نسوي؟ يلا خلنا أكل تفاح، أنا كل جعت. جيجي تريد تفاح؟ تفاح؟ إي إيه أنا كلش أحب التفاح. ها يعني أعطيك وحدة تاكل وياه؟ إي إي انطيني انطيني. يلا هاك كل كل، كلش طيب. إي طيب طيب، بس أنا ما عندي أشتري تفاح. ليش؟ إي تعرفين غالي التفاح. ها إي صحيح صحيح وغالي، أقول لك جيجي. إي إي. أنت شايف التفاحة الذهبية؟ شنو؟ تفاحة ذهبية شايفها؟ تفاحة ذهبية؟ لا لا ما أعرف. بس هالتفاحة الذهبية كلش غالية. ها إي أنا سامع بيها صحيح غالية بس ما شايفها. أنا أبد ما شايفه. صدق ما شايفه؟ إي إي ما شايفه لا. إحنا عدنا من عدها بس بابا قال لي تكون أي أحد، تريد أشوفك إياها؟ ها إي إي شوفين إياها شوفين إياها. يلا بس أقول لك هذا سر بيناتنا، دير بالك تقول لأحد. لا 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 ما راح أقول ما راح أقول. بس لين أنت صديقي المقرب إلي؟ أنا قلت لك. إي إي لا لا خلاص هذا سر سر أنا ما أحكي لأحد. يلا يلا لا عاد أمشي تعال خذ أشوفك إياها تعال. أوكي أوكي. تعال جيجي تعال. اي جيت جيت. شوف هذه قاصة. اي هاي قاصة. اي هاي قاصة مال بابا بس بس ما يقبل اقول لحد عليها. هي هاي بيها جزر ذهبي وبيها تفاحة ذهبية. واو جزر ذهبية موجود. اي اي اي. واو يعني واخيرا راح اشوفهم اني. اي اي تعال هسه اشوفك اياهم. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ثلاثة. تعال شوفهم شوفهم. اوكي. واو. ايه شفت؟ جزر ذهبي وتفاح ذهبي واو دايموند قد هالقاصه بيها شغلات حلوه. ايه 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 جيجي بس دير بالك تحشي لاحد. لا 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 ما راح اقول لا لا ما راح اقول لحد انا. ايه ايه انت تشوف صديقي قريب علي فاني إيه سلفت لك. ايه ايه بس كلش حلو الجزر والتفاح الذهبي. ايه 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 واو زين راني ها ايش قد سعر التفاحه والجزر الذهبي ايش قد سعره؟ التفاحة الذهبية؟ اي اي 200 دايموند. اي 200 دايموند حتى الجزر الذهبية بنفس الشيء. يعني 200 دايموند يعني 200 دايموند يعني اقدر اشتري بيه بيت؟ اي اي ها كلش غالية. يلا يلا مشي هسه خلينا ننزل جو نلعب. يلا يلا امشي. يلا يلا عد انا راح اروح انا اوكي؟ وين راح تروح؟ مو ابوي راح يجي من الدوام واخاف لي يشوفني ما موجود بالبيت ويقتلني. ها يعني راح تروح هسه؟ اي راح اروح انا اوكي؟ يلا يلا بكيفك. يلا باي باي. باي باي.
واو هاي شنو شفته أنا؟ ما جاي أصدق عيني. شفت جزر ذهبي وتفاح ذهبي عدرانية. واو هاي شغلات كلش غالية. إيش قد حلو كل شيء عندهم. ليش مثلنا إحنا كل شيء ما عندنا. يلا خلنا نروح البيت. أوه هسه أنا كلها ضايجة. جيجي راح وأقول بعد ما أقدر أبقى. يلا هسه إيش راح أسوي؟ خلنا نروح النافورة. إيه النافورة كلش حلوة. أروح أتونس وبعدين أرجع. يلا يلا ما تأخر. اوه والله ما جاي اصدق عيني، هذا شنو التفاح والجزر الذهبي؟ واو هذا كلش غالي، انا كنت اسمع عنه بالكتب بس ما شايفه بعيني، هاي اول مره اشوفه. يعني مثلا اذا هذا صار عندي انا اصير كلش غني واخلص من هذا الفقر. اي بس انا لازم اسوي خطه كلش ذكيه حتى ما حد ما يكشفني، اذا كشفوني راح انسجن مدى حياتي. اي خليه افكر وباكر انفذ الخطه. اي خليه افكر. اي وصلت نافوره، يلا يلا خليك عندي شويه تونس واغير جو. يلا يلا خليك قاعد هنا. الله شا حلو. واني كله ضايجه، بابا خبرني البارحه وقال لي راح اتاخر، احتمال على باكر الله يجي، بس والله كله ضجت وحدي. بس يلا يلا اني همزين هذا جيجي قاعد يجي خطا يمني وتونس وياه. يلا احسن ما اني ضل وحدي. اي هسه انا فكرت شلون خطه، بس قبل كل شيء اروح على رانيا اخذها ونروح للغابه. اي خوش فكره، يلا خلينا نروح. افتحوا الباب افتحوا الباب. جيجي جيجي يلا خلي افتح الباب على السريع. هلا جيجي. هلا رانيا شلونك؟ زينه زينه. اقول لك شو تفضلت كان جيت كل الضاجي. ها اي كل زين. اقول لك انت عندك شيء لو ما عندك شيء؟ لا ما عندي شيء. يلا يلا اقول لك شو تقولي انه نروح للغابه؟ اكو مكان كلش حلو بالغابه. الغابه؟ اي 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 شو حنسوي بالغابه؟ رحناك لتونس اكو مكان كلش حلو بكل انواع الحيوانات. صدق؟ اي اي واو ايش قد حلو. يلا يلا لا حد صار ما عندي شيء، اسد الباب واجي. يلا 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 امشي. يلا رانيا تعالي تعالي رح نوصل. صنع؟ اي 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 يلا يلا تعالي رانيا تعالي بع الحيوانات. اي اي جيت جيت. تعب هذا الثعلب نايم نايم، هذا الثعلب تعب عين. وينه وينه؟ شلون شفته حلو؟ صدق نايم. بعد بعدك غير حيوانات؟ بعد بعد ياكو تحت تعال خلينا نتمشى. يلا يلا تعالي رانيا تعب هذا الحيوان الكسلان تعي شوفيه. وينه؟ ياتي ياتي نايم. اي 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 هلا يا كسلان هلا. ايه هي هاي فرصتي، ما طراني سلتيت بالحيوانات. يلا خلينا نروح البيت على السريع. ايه انا كشت ونس بالحيوانات كلش حلوه، بس اشو جيجي ما اعرف وين راح. خليني اشوف وين راح. من هذا الجهه جيجي جيجي وين رحت؟ اوه هاي ماكو جيجي ولا راح؟ لا لا ما معقول يروح ويعوفني. يلا خلينا نشوف من الجهه بعد. ايه واخيرا وصلت البيت رانيا. يلا خلينا نفتح الباب على السريع. ماكو احد يشوفني. لا 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 ماكو احد. يلا خلينا نفتح الباب الحق على السريع قبل ما رانيا تجي. ايوه خلاص صعدت فوق. واو انا كلش متحمس راح اصير غني. اي هاي القاصه البارحه ايش كتبت رانيا الشافه؟ ثلاثه ثلاثه ثلاثه. اي اي انفتحت انفتحت. واو واخيرا حصلت على الجزر الذهبي والتفاح الذهبي واخيرا راح اصير غني. واو يلا يلا خلينا نروح البيت على السريع. اي انا يوم كشت ونست بالغابه، بس صديقي جيجي ما اعرف وين راح، عافني ورجع يمكن. او يلا يلا شو اسوي؟ خلاص خلصي بالبيت. افتحوا الباب افتحوا الباب. بابا هلا رانيا هلا بنت شلونك؟ بابا اشتغلت لك شوي تاخرت علي. بابا كلش تاخرت. اي بابا صار عندي شغل تعرفين جت البضاعه مالتي. اي صدق انت عندك شغل صحيح تاخرت شويه صحيح. يلا بنتي انا هسه تعبان راح اروح ارتاح بالغرفه مالتي. اي بابا اي خذ راحتك. اوكي بابا. اي واخيرا وصلت البيت، انا كلش تعبت بهذا شغلي. يلا يلا خلي خلي الفلوس بالقاصه. وين الفلوس؟ الفلوس وينها؟ وين فلوسي؟ وين فلوسي؟ وين فلوسي؟ ايش قاعد يقول بابا؟ وين من اخذ فلوسي؟ شنو بابا شنو صاير؟ بابا شنو صاير؟ رانيا رانيا تعالي بابا. ها بابا. بابا انا ما قلت لك هالقصه، دير بالك عليها. اي بابا اي. هسه فتحتها كل شيء ما بيها فارغه. شنو؟ لا 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 لا. وين؟ ما ادري بابا ما اعرف شو اقول لك. مو موجودات. ما ادري بابا. زين مو قلت لك تطلعيني من البيت؟ بابا ما طلعت ما طلعت، رحت مسافه قريبه وجيت، ما رحت بعيد. هسه انا كل الضايجة، بابا يقول خسرنا كل فلوسنا، وهاي كل املاك اللي عندنا حطيها بالقاصة، زين شو اسوي؟ بس انا ما قلت لاحد، بس جيجي، معقولة جيجي ايش يسوي بيا؟ معقولة يسرق الفلوس؟ لا لا بس ما ادري، خليني اروح احكي وياه خليني اقول له. هي وصلت، يلا بالكل قام موجود بالبيت. افتح الباب، افتح الباب. اوه هذا يمكن طالع، شو خليني اشوف. اي ماكو احد، اشوف جيجي ماكو، مو موجود، اخاف طلع الاسواق، اخاف راح عنده شغلة. هاي شنو؟ لكن مو جيجي؟ شو خل اروح اشوفه؟
اي هذا هو جي جي. هذا المكان اللي قد حلينا جي جي. اي من الغداء كلنا. نعم. جي جي. منو؟ انت شو عندك بهذا البيت؟ شو عندك انت؟ يلا امشي من هنا. امشي الله. شنو؟ امشي من هنا. انت سرقنا مو؟ ما ادري شو سرقتنا. انت ماكو غيرك. لا لا مو انا مو انا. يلا امشي من هنا. الا اشتكي عليك للشرطة. اقول هذا جي جي سرقني. روح اشتكي روح اشتكي ما عندي اثبات. انا صوتي صدقت بي واعتبرته صديقي المقرب وكل شيء حكيت له. انا السبب. بس شوف اذا مو انا راح انتقم من عندك. يلا وخري منها لا تعسك يلا وخري وخري. لا لا جيجي الدعم لا خلي خبر على الاسعاف. ما ادري جيجي شلون صار، الباحة سألت عليه بالمستشفى وقالوا حالته كلش خطرة. اي بعد ما ادري شلون صار بيه هسه. هلا رانيا. هلا بابا. شلونش بنتي؟ زين الحمد لله. اقول لك بنتي، احنا ما عندنا غير حل، لازم نبيع هذا البيت. شنو؟ لا. نبيع البيت؟ اي بنتي، هو بعد ما. لا انا عشان. مو اني فلوس شغلي كنت كلها خالها بالقاصة وانباقت. لا. فبعد ما اقدر خلاص لازم ابيع البيت. اوف، انا كلش تعبان، بعدني مريض، بعدني ما صاير زين. بس لازم اشوف رانيا لازم اشوف لها واحكي لها. اوه هذا بيتهم عرضي للبيع. لا 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 ما خليهم يبيعون البيت. افتح الباب افتح الباب. هاي ما اجي جيجي. هلا رانيا شلونك؟ هلا وهلا. انت مو قالوا انت مريض بالمستشفى؟ اي رانيا بس انا بعدني مريض بس قلت لازم اشوفك واحكي وياك. ايش تحكي وياي؟ اقول لك رانيا انا سرقت الفلوس مالتكم. اعرف انا شفتك لان كل بيتك كان دايموند واشتري السياره. اي بس انا اعتذر على اللي سويته واريد رب العالمين يسامحني لاني سرقتك وانا هسه راح ارجعكم كل فلوسكم. رجعنا كل فلوس؟ اي كل فلوس راح ارجعكم اياها. صدق؟ اي واطلب من عندك تسامحيني لان رب العالمين ما كان راضي علي ولهذا اندعمت. ارجوك رانيا سامحيني. اوكي ما دون اعترفت بخطئك ورجعت كل الفلوس اللي اخذتها انا راح اسامحك. صدق؟ يعني سامحتيني؟ اي طبعا سامحتك. انا كلش فرحان. يلا سراني انا راح اروح للمستشفى لاني بعدني تعبان. اوكي يلا اوكي روح. باي 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 باي.